الالوان، وهقول لك ليه انا بتكلم عن الالوان باستفاضه شويه. اول حاجه، حته الالوان داخل فيها اكتر من جهه هتروح لها الايمج بعد ما تخلص. الموضوع ده احنا اتكلمنا فيه درس اللي فات، برينتينج ولا للورلد وايد ويب ولا برزنتيشن ولا مكنه طباعه انك جيت، وات ايفر ايه اللي رايح له. تعالى بقى نتكلم على البني ادمين هيشوفوا ويتعاملوا مع الالوان ازاي. لو انا وانت عاملين يعني تشير مع بعض، عاملين تشير على النتورك، وبعت لك فايل فتحته عندك لقيته غير ما هو عندي خالص، الوان مختلفة تماما. عارف ليه؟ لان المعادلة اتغيرت، الاكويجن اتغيرت، مش معادلة الالوان. الالوان لو رحت عليها بالكالر بيكر هتقرا عندك زي ما هتقرا عندي، رغم ان انت شايفها غير ما انا ما شايفها خالص. عارف ليه؟ لان المعادلة دخلت فيها عناصر تانية. العناصر التانية دي اول واحد فيهم المونيتور بتاعك، انت مفتحه ولا مغمقه، مزود البرايتنس ولا مقلله، لعب في الجنب بتاعت الكالر ولا لا. عنصر تاني الفيجا بتاعتك، تقدر تعبر عن كام كالر. عنصر تالت الهاردوير بتاعك، درجة التسارع فيه قد ايه. عناصر كتير جدا بتختلف من جهاز لجهاز ومن مونيتور لمونيتور. لو افترضنا حتى ان الجهاز بتاعك وبتاعي نسخة واحدة تيبيكال، ميموري، رامات، فيجا، كل حاجة فيهم صح، لو انت مغير الكاليبريشن بتاع المونيتور بتاعك بشكل مختلف، انت هتشوف حاجة وانا هشوف حاجة. طيب دي على حالة بسيطة ان احنا عايزين نتفق على كالر رينج. طب لما الموضوع يبقى اصعب من كده شوية، انت بتطبع حاجه العميل شاف السامبل بتاعتها على المونيتور بتاعته، لما بعتها له الله جميله قوي، اتطبعت، قلب وشه عليك، ايه ده؟ مش هو ده اللي انت وريته لي؟ اه فعلا مش هو اللي انت وريته له، لان اللي انت وريته له ده حاجه الكمبيوتر بيعبر عنها، مش مكنه الطباعه بتعبر عنها. ولذلك في مونيتور ب 1000 جنيه وفي مونيتور قدها، نفس الحجم، نفس الريزولوشن، كل حاجه فيها زي التانية بالظبط، بس ثمنها 5000 جنيه. ليه؟ نسبه الهاردوير فيها، الكومبوننت بتاعتها معمول لها كاليبريشن صح. في ناس مهنتهم ان هم بيروحوا يعملوا كاليبريشن لمكاتب الجرافيك عشان يصحح المونيتور على البرينتنج، تمام؟ ساعات كتير قوي لما بيطبعوا حاجه او بيبقوا شغالين للطباعه بيقولوا للعميل تعالى اتفرج عليها عندنا، لان هو لو بعتها له على السمارت، لو بعتها له مثلا بالميل وقال له بص عليها، ممكن العميل يعجبه الديزاين جدا بس ما تعجبوش الالوان، ويبتدي يقول له غير لي، اغير ايه؟ غير لي كذا وكذا وكذا وكذا. انت شايفهم عندك كويسين، العميل مش شايفهم بالنسبة له كويسين. اوكي، هو شايفهم على مونيتور تانية. فانا بقول لك عشان كده موضوع الالوان كبير، ولازم تبقى فاهم انا بقول لك ايه. اللي موجودين قدامنا دلوقتي على المونيتور، الصورة اللي موجودة قدامنا دلوقتي، دول حاجة اسمها بانتون اندكس. البانتون اندكس دول موجودين في كل مكاتب الطباعة وكل مكاتب الجرافيك، عبارة عن طريقة للمعايرة، طريقة للكاليبريشن. انت كديزاينر لو اخدت الكولر من البانتون هتقدر تحط الفاليو بتاعته جوه الايمج بتاعتك وانت شايفه، بغض النظر ايه اللي كان هيطلع على المونيتور بتاعتك، لكن الكولر اللي انت حطيته كفاليو بايدك هو اللي هيتطبع. بمجرد ما الكولر ده ما هيروح المطبعة، هو الكولر اللي انت اخترته من البانتون هو اللي هيطلع. البانتون ما هوش رفاهية، البانتون زي المسطرة، زي العدسة، زي الماوس، زي اي حاجة بتستخدم في مكاتب الجرافيك. في حاجة تانية كمان،
مكاتب الجرافيك بيحاولوا يتفقوا على حاجة، بيحاولوا يتفقوا على الألوان. يعني أنا هقفل الإيمج دي وهروح أختار واحدة تانية، دي اسمها كلر شارت. الكلر شارت دي أنا جايبها من الإنترنت، شركة بتطبع بانرز، حاطين ده في المانيوال بتاعهم، بيقولوا يا جماعة لما إحنا بنطبع ألوان دي الألوان بتاعتنا، دي الألوان اللي البرينترز بتاعتنا بتقدر تعبر عنهم. فهم العملاء بيختاروا الألوان، وعلشان ما يحيروش الناس حاطين الألوان بأساميها مش بالفاليو بتاعتها. تمام؟ المانيوال ده طبعا له الصف التاني بتاعه أو الورقة التانية بتاعته اللي فيها الألوان دي بالأرقام. تمام؟ كده احنا غطينا موضوع الألوان، وغطينا موضوع الميديا اللي رايح لها الشغل بتاعك. برضو هنكمل تاني مع الألوان في الدرس الجاي.